الحكومة غادي يذكرها التاريخ لأنها حكومة اللي عملت بواحد المعادلة في واحد الظرفية اللي صعبة وما زال صعبة. الأزمات ما غاديش نرجع نذكر الأزمات اللي عشناها في هذه ثلاثة سنوات ولا أربعة سنوات من كوفيد لهنايا. وكذلك ماشي غير الأزمات، الأولويات اللي كانت جديدة عند بلادنا واللي الحكومة ما دخلتها في المعادلة العمل ديالها، وما دخلتش هذه الأولويات على حساب الالتزامات اللي كانت في البرنامج الحكومي مع المواطنين. هذه المعادلة اللي كانت ماشي سهلة واللي الحكومة وصلت باش تنزلها، نزلنا حرمات على رأسها أولا باش تقيس في الاستثمارات من الأول، ولكن في نفس الوقت دبرات يعني ما هو ظرفي بواحد طريقة شجاعة. الركائز ديال الدولة الاجتماعية اليوم المواطن كيعرفها، ما يحتاجوش باش نعرفوا بها لأنه كيعيشها يوميا، وهذه هي شرعيات ديال المنجز وشرعيات ديال الإنجاز. والحكومة نزلت كذلك البرنامج الحكومي بأكمله، ما كاينش شي جانب اللي كتقول الحكومة ما بداتش فيه، كاين يعني برامج اللي كانت خصها إصلاح وأوراش اللي خصها إصلاحات. فإلا خديت التعليم والصحة مثلا، إصلاحات دارت في نفس الوقت مع تنزيل المشاريع وتنزيل الأوراش. ف وكذلك طبعا عندنا انتظارات كبرى فيما يخص يعني التشغيل بالنسبة للشباب. هذه الظرفية اللي أثرت على التشغيل ماشي غير عندنا، على المحيط ديالنا وعلى الصعيد الدولي وعلى الصعيد ديال المحيط الأبيض المتوسط، ملي كتشوفوا الأرقام وكتشوفوا يعني كل تقارير ديال المنظمات الدولية غادي تفهموا بأنه حنا ماشي غير حنا في هذه الظرفية.